مجرد ان الدكتور احمد زويل هو عالم مصري وشرف مصر وشرف الامه العربيه وشرف العلم كله باكتشافه وحصوله على جائزه نوبل. الحقيقه منتظرين نوبل الثانيه باذن الله، واظنها قريبه باذن الله. الشرف الاكبر هو ان معانا الانسان المصري الدكتور احمد زويل، عاشق مصر، العالم المتواضع والاديب اللي بيتخفى في رداء العالم، والقدوه الحقيقه لكل شاب مصري، قدوه في مواطن مصري بيفخر بانه تلقى افضل تعليم في مصر حتى تخرج من الجامعه، ثم ابدى عندما اتيحت له الفرصه وكان في مكان بيسمح للازهار انها تتفتح ومكان بيشجع على روح الفريق. احوج ما نكون الى هذه القامه المصريه الرفيعه كقدوه وكمرشد في طريق بناء الدوله المصريه الحديثه الثالثه بعد دوله محمد علي ودوله جمال عبد الناصر. بنامل ان الدوله المصريه الحديثه الثالثه التي سيبنيها ان شاء الله شعب مصر باذن الله بعد ثورة 30 يونيو وقبلها ثورة 25 يناير. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا. اللي أحب أنا مش هتدخل يعني كثيرا في الأسئلة، إنما أحب أسأل الدكتور أحمد زويل كيف يرى مصر تتجه؟ هل نحن على الطريق الصحيح؟ إذا ما كناش إيه هو الطريق الصحيح؟ إذا كنا على الطريق الصحيح، الإيقاع الحركة والمحطات اللي إحنا لابد من التوقف عندها على هذا الطريق. شكرا، اتفضل. أنا أشكرك على الضيافة وأشكر المجهود حضرتك. الواحد بيبقى سعيد الحقيقة لما بيبقى في مؤسسة مصرية بمعنى الكلمة، مؤسسة فعلا، لأن إحنا بينقصنا المؤسسات الحقيقية في مصر. هل مصر على الطريق مصر فعلا على، وانا الحقيقه لما بشوف حاله اليأس اللي انا بقى لي بس ست ايام ليل مع مش ليل مع النهار، بس في كل مناسبه بتكلم فيها سواء كانت في مؤتمر صحفي النهارده او في مقابلات شخصيه او الاخ، انا بتكلم على ان الامل كبير في مصر، الامل كبير جدا، واللي يحاول انه يضعف وضع مصر على الخريطه العالميه انا بعتقد ما بيبقاش مش دارس تاريخ مصر. يعني انا اعطيت في الكلام عند حضرتك في وقت حضرتك بتبص ست لفسك في كبار كتير اللي حصلت في الحضاره المصريه، يعني يكفي ثلاثه في العصر الفرعوني القديم، وطلعت مصر القديمه ومصر الوسطى ومصر الحديثه. آخرها زي ما قلت مثلا 67، وأنا اتخرجت 67 ونكسة فظيعة، ولكن مصر قدرت تدخل 73 وطلعت. أنا بعتقد وبالذات مقابلتي مع رئيس الدولة إن أنا شايف أهم شيء أو أهم حاجتين. واحد، إحنا عندنا في العلم إذا كنت عايز تحل سؤال معقد جدا لازم تعرف ازاي تسأل السؤال بوضوح. لو ما سألتش السؤال بوضوح وهو عامله معقد وشايله تحت البتاع ومش عارف ايه، عمرك ما هتجاوب على السؤال. أنا شفت لأول مرة الحقيقة إن في وضوح رؤية عن الأسئلة الأساسية لوضع مصر على الطريق الصحيح. انا اتكلمت مع رئيس الدوله وانا قعدت يعني مده طويله ساعه شويه. الحاجه الثانيه كمان انه مفيش دلوقتي مفيش حاجه ثانيه قدام الشعب المصري غير صناعه الامن. يعني العمليه مش عمليه اختيار، مش عمليه تشويس،
ان احنا نقول ده عمليه يا اما تو بي او نوت تو بي. فعمليه انها يعني لكشري كده، وان احنا ممكن نقول انه مش لازم ده وحداج للتمام مش كده. فطريق الامل اللي انا شايفه طريق مهم. البلد ماشيه دلوقتي في مشاريع كبرى، اتكلمت على المشروعين على الاقل ترانسفيرس والمشروع العلمي الكبير اللي بنحاول نعمله. فيه امل كمان بتغيير اشياء كثيره جدا بالنسبه لوضع التعليم ووضع الصحه ووضع الاسي. بكل امانه بكل امانه ما فيش فلوس، يعني ما هو دي برضه نقطه مهمه جدا. ففي عامل هنا اساسي ان الانسان المصري لازم يعمل ويعمل بجديه في المرحله دي بالذات. الترخيص ده سؤال حضرتك، انا شايف ان احنا ماشيين على المسار الصحيح، بس محتاجين لعوامل اساسيه فكرت فيها انا كتير قوي، وهو ازاي وفيها بقى علاقه بالسوسيولوجي بتاع المجتمع. الشعب المصري لازم يطلع من السوسيولوجي القديم اللي هو مثلا اسلم علينا ان انا اعرف وقت الاستاذ ياسر، دي سهله قوي وما عملش حاجه. في تركيبه سوسيولوجيه للاستاذ سيد ياسين بن لا اكثر لازم تتغير. لابد ان البروتكتيفيتي او الانتاج القومي مش هنشحن مش هنتم. يعني انا اقول لك حتى في المشروع العلمي ده انا رافض ان احنا نقعد نشحن من بلادنا، عارف ان احنا ممكن نجيب فلوس مش عارف، لان لو ما اتحطتش النواه الحقيقيه للشعب المصري وباسم الشعب المصري مش حدش هيفهم. فعشان نوصل من الاي تو زي انا متاكد ان احنا على الطريق الصح دلوقتي حاليا، بس لازم نعمل سلبيه ولازم نبطل النيجاتيفيزم ونبطل عدم وجود التيم وورك. انت على فكره قتل مصر، قتل مصر. انا بتكلم عن التيم وورك ده اكثر من 12 سنه في ازمه الامم، قتل مصر. يعني هو الامريكان ايه؟ يعني او الانجليز يعني هل هم يعني الدي ان ايه هو الدي ان ايه؟ مش كده؟ يعني بيننا وبين الشمبانزي مفيش غير اقل من 1%، فبيننا وبين بعض احنا هنا في 1 في 1000 والامريكاني والانجليزي لكن القواعد الاساسيه انه بيشتغل في منظومه وبيشتغل مع تيم وورك ونفسه بزميله ينجح. ايه بس العوامل البسيطه اللي انا بتكلم عنها؟ احنا صح ان رايت باث، لكن محتاجين عوامل معينه وقويه ان احنا نطلع من الخندق بتاع او البطل نكده بتاع الحكايه زي عدم وجود التيم وورك السوسيال.